إلى محافظة اليانخ بولاية داخون في مقاطعة يونان جنوب غربي الصين، حيث يقع معهد شانشان الخيري الذي يهدف للارتقاء بالأطفال معرفيا وتعليميا بالاعتماد على مختلف الفنون، وذلك في مواجهة لتدني المستوى التعليمي في المنطقة. مراسلنا رافع الهزاع زار المنطقة ووفانا بالتقرير التالي. معهد شيانشين هو معهد خيري في يانخ الواقع جنوب غربي جبال خندوان في وادي قولين بمقاطعة يونان، حيث تعتمد المنطقة بشكل رئيسي على الزراعة كمصدر دخل لأبنائها، وتعاني من تدني المستوى التعليمي وقلة التبادلات الثقافية مع الخارج. يبلغ عدد سكان المحافظة نحو 160 ألف نسمة، من بينهم 49 ألف طفل يعيشون بعيدا عن رعاية الوالدين لظروف عملهم خارج المحافظة، حيث لا يستطيعون العودة لأطفالهم إلا مرة واحدة كل عام، ما تسبب بمصاعب جمة لهؤلاء الأطفال، إذ يعاني بعضهم من انخفاض المستوى التعليمي فضلا عن المشاكل النفسية كعدم الشعور بالأمان. في عام 2015 بدأ المعهد يستقبل الراغبين في التعلم من عامة الناس دون تحمل أي نفقات، حيث يمكن للملتحقين مطالعة الكتب أو تناول مشروبات ساخنة بالمجان. ونجح المعهد باستقطاب أكثر من 5000 طفل وتنوير عقولهم بالرسم والموسيقى وغيرها من الأنشطة، حيث يضم مكتبا ومسرحا وحجرة للنشاطات الفنية ومرسما. وتحول المعهد إلى قبلة للأطفال المحليين، يأتون إليه بعد انتهاء يومهم الدراسي للمطالعة والرسم والأشغال اليدوية مع أقرانهم من الأطفال الآخرين من المنطقة. أزور هذا المعهد منذ 4 أعوام للرسم والأشغال اليدوية مع أصدقائي، مما يجعل قدرتي على التخيل أفضل. هذه أول مرة لنا هنا، حيث نقوم بالرسم وقراءة القصص. نحب هذا المكان وسنزوره مرات أخرى فيما بعد. وبالإضافة إلى أنشطة المعهد هذه، قام أيضا بتبني فكرة تثقيف الأطفال في المناطق النائية حيث لا يمكنهم زيارته، لذا يقوم بإرسال كتب وقرطاسية إلى تلك الأماكن لإيمان مؤسسيه أن الثقافة لا تخضع لحدود. المفهوم الأساسي لمعهد شانشين هو نقل الأفضل للفن والثقافة الصينية إلى المناطق النائية في البلاد، مما يغير بيئة التعليم هنا. بدلا من الاستسلام لواقع انخفاض المستوى التعليمي والمشاكل النفسية لعدم الشعور بالأمان لغياب الوالدين، جاء هذا المعهد وتضافرت الجهود لاحتواء هؤلاء الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم، ليصبح هذا المعهد مثالا يحتذى في مختلف أنحاء البلاد. رافع هزاع، CGTN العربية. Yeah, so.